معانا صعب عشنا. يموتون بصمت، عبارة تجسد حال مدينة الحديدة. هذه المحافظة المنسية والمنسيون أهلها الذين طحنتهم الأمراض والعوز وغياب الكهرباء. لتحضر بديلا عن ذلك سلطة الأمر الواقع ببطشها وسلطان أسلحتها وشعاراتها، لتتقاسم صبر المدينة فتأكل خبز أبنائها وتصادر حقوقهم. فالحديدة التي تشكل محطة العبور للطاقة والمدخل الاقتصادي للبلد لا تزال تعيش حالة مأساوية أليمة جراء استمرار معاناة الناس بسبب الأمراض وغياب الكهرباء وفي المعيشة والاقتصاد. المريض يعاني بسبب انقطاع الكهرباء، يوقف الجهاز عقل المريض يضقه في الدم، فنبدأ نحن نرجع الدم بأيدينا للجهاز، وأحيانا نرجع أنه الدم يتقلط، وهذا بسبب أنه من سبب انقطاع الكهرباء. ونحن مضطرين نحن نتابع المرضى ونتابع الضغط ونتابع الجهاز. أوضاع بالغة التعقيد تعيشها المستشفيات في الحديدة، خصوصا مراكز الغسيل الكلوي، وتحديدا في موسم الصيف الذي تسبب ارتفاع درجة الحرارة فيه في تفاقم الأوبئة والأمراض كالملاريا والضنك والأمراض المعدية. وتشير إحصائيات غير مؤكدة إلى وفاة أكثر من 100 حالة. اليوم واحد مات قرب المغرب بسبب عدم دكتور مهلوش، وثاني شيء انقطع التيار الكهربائي. مرضوناش يصوروه، اول شيء الصحي مرضيش يتصل بالدكتور يقول له ايش نسوي للحاله، الحاله تتشكل كذا شحاك كذا، مرضيش يتصل، خلوه الخالد خلوه لما مات تاكو تحت، مات تحت اليوم قدام الناس كلها. تتذرع الميليشيا بحصار التحالف، الا ان حركه السفن في ميناء الحديده تكذب ما تقول الميليشيا، فسفن المازوت والديزل تصل بشكل دوري إلى ميناء المحافظة، لكنها تذهب إلى السوق السوداء أو إلى ما يسميه الإنقلابيون بالمجهود الحربي. 23 مديرية يضيع أصوات أبنائها بين سلطتين، سلطة أمر واقع لا تجيد إلا لغة الفيد والنهب، وحكومة شرعية لم تمتد يدها بأي حل لهذه الكارثة الإنسانية التي تشهدها المدينة إلا من فاعلي الخير. نوصل صوتنا إلى الدولة، ما حد استملنا أي مسؤول ولا أي ضابط إداري ولا أي إنسان. فاعل الخير كثير معنا، مولد عندنا بدقيق ثابت جزوه الله خير، إلى حد الآن ما قدرناش نوصله إلى المركز بسبب الظروف التي تضغط على المركز والإهمال داخل الإدارة. ملف الموت في تهامة هو الأبرز في حياة المدنيين الذين يواجهون شبح الموت كغيرها من المدن المنكوبة بالميليشيا، التي إن لم تقتلهم بقذائفها قتلتهم بالاعتقالات ونهب قوت مواطنيها.